سوار طالبة في معهد ثانوي عمومي تصر على نزع زي الفتيات الرسمي المفروض عليهن في المدارس منذ عقود، رافعة شعار تحدي تبريرات رسمية تخفي عباءة أعراف وتقاليد محافظة فرضت الزي على الإناث دون الذكور. مشكلتنا مهيش في طبلية في حد ذاتها، يعني كي ناخذوا طبلية مهيش هي المشكل، المشكل اللي نحاولوا نقضوه هو الخلفيات اللي جبر الطبلية كان على البنات كهو. يعني احنا شنو نحبوا؟ سواء الطبلية كان جات مفروضة على الناس الكل ما كناش بننتقدوا حد شيء. سوار ومثيلاتها ينتقدن ما يعتبرنه نفاقا رسميا وتضاربا بين قوانين بالية تصل حد طرد من تنزع زيها الرسمي وخطاب سياسي مستند على دستور 2014 يتعهد بتكريس المساواة بين الجنسين. إن الأمر يبعث برسالة رهيبة، رسالة تقول إن أجساد النساء في خدمة الرجال، وبالتالي وجب تغطية الفتيات ليبقى الذكور هادئين وغير مشتتي الأذهان بأجسادهن. الجهات الرسمية من جانبها تسوق لفكرة أن زي الفتاة المدرسي يمنع الفوارق الاجتماعية، لكنها منفتحة في الوقت ذاته على أي إجراءات فيها تجديد وتجاوب مع التغييرات الطارئة على المجتمع التونسي. فما حراك، المجتمع التونسي قاعد يتطور وعقلية التلميذ قاعدة تتطور، ويلزمنا نقبلها ونحتضن الأفكار هذيا ونحاولوا أن أطرها. التأطير ما يكونش وحدنا كمندوبية عنا ولا كوزارة، تشريك كل الأطراف باش يعني تكون المخرجات جماعية والحلول ترضي جميع الأطراف. لطالما كان مشهد التعليم المختلط في تونس مرآة لنهج التفتح منذ الاستقلال، نهج حظيت المرأة من خلاله بمكتسبات وحقوق كثيرة، لكن جيل سوار المتمرد على أعراف جامدة أبى إلا أن يعري ما تبقى من غطاء نفاق اجتماعي وتفرقة على أساس جنسي لا تروق لفتيات يسعين لتثبيت المكاسب والبناء عليها والقطع مع قوى الجذب إلى الوراء.